والإمام علي لما ولد، لما ولدته كما يكذبون يعني الشيعة فاطمة بنت أسد في الكعبة، كان الكعبة حوالي 360 صنم. على كل الأمر يعني لا يخلو ولد بالحدث. وسط الأصنام كما يقال. جيد. الكعبة حولها وداخلها وفوقها 360 صنم. الكعبة مليئة بالأصنام. حتى لما بعث النبي جلس في مكة 13 سنة، ما زالت لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ما زال في الفتح في السنة الثامنة من الهجرة صار النبي يسقط هذه الأصنام ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وإن الأصنام كانت هناك داخل الكعبة وحول الكعبة وفوق الكعبة، فهل من الشرف لعلي أن يولد بين الأصنام؟ هل هذا مدح لعلي أن تلده أمه بين الأصنام؟ هذا ليس بشرف. ما الفضل في هذا؟ ما الفضل في هذا؟ ليس فيه فضل. فإن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة المشرفة محلا لولادة سيد المسلمين أمير المؤمنين فاروق بين الحق والباطل، وصي رسول رب العالمين صلى الله عليهما وآلهما، إجلالا لمقامه العظيم وتكريما لمرتبته الشامخة، لكي كل مسلم يصلي اتجاه القبلة يعلم أن الذي هو ولد في هذا البيت هو إمام المسلمين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. إن الجماعة العمرية وبالخصوص الناصبية منهم والسلفية منهم ربما في هذا الآوان الأخيرة يظهرون زوزاء وغوغاء بأن كعبة المشرفة آنذاك كانت فيه أصنام وأوثان، فإن ولد فيه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فلا يكون ذلك منقبة له وفضيلة له، لأن الكعبة آنذاك كان فيه أوثان وأصنام. فما جواب هذه الشبهة؟ فأقول أيها المؤمنون اسمعوا لي جيدا، إن الكعبة المشرفة أول بيت وضع للناس للذي ببكة، إن الكعبة المشرفة هو بيت الله الحرام، وإن كعبة المشرفة هو مكان مقدس من أنزه الأمكنة وأقدس الأمكنة في العالم. فإن كان فيه صنم وإن كان فيه وثن فهذا لا ينقص كعبة شيئا، وإن هذا لا يقل الكعبة المشرفة شرفا وعزة. إن الكعبة سواء عبد فيه الله أو عبدوا فيه الأوثان إنه بيت الله الحرام، بناه الله تبارك وتعالى وجعل إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام الطاهرين لها المطهرين لهذا البيت لكي يطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود. إخواننا الأعزاء، جاء في الروايات العمرية إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان في مكة المكرمة كان يصلي تجاه بيت المقدس، ولكن بنحو أن يكون قبلته أولا إلى الكعبة وثانيا إلى بيت المقدس، هذا أولا. وآنذاك كان في الكعبة المشرفة أوثان وأصنام. وقد رووا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة فجاء من الله تبارك وتعالى إما في السنة الأولى من الهجرة أو السنة الثانية من الهجرة الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة، وآنذاك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول وجهه الشريف في الصلاة إلى بيت الله الحرام، وكانت في الكعبة آنذاك أصنام وأوثان. وهذا لم يقل من عظمة الكعبة ولا من قداسة الكعبة، ولم ينقص الكعبة شرفا لكي لا يكون للمسلمين قبلة. وإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في السنة السادسة من الهجرة قد أتى بعمرة الحديبية، ولكن إن الكفار منعوه من الدخول إلى بيت الله الحرام وإلى الحرم الشريف، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قصر شعره في الحديبية
وأن ذاك حينما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قصد الكعبة المشرفة كان فيه أوثان وأصنام، ورجع من الحديبية، وفي السنة القادمة وهي السنة السابعة من الهجرة إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أتى بعمرة القضاء، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وطاف بيت الله الحرام وأتى بجميع مناسك العمرة وطاف حول الكعبة الشريفة، وأن ذاك كان في الكعبة أوثان وأصنام، وإن ذلك لم ينقص من الكعبة شرفا ولا من الكعبة عزة، وإن كان فيه أوثان وأصنام، فإن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من رب العالمين عز وجل فقد طاف حول الكعبة وفي الكعبة أصنام، وقد صلى تجاه الكعبة وفي الكعبة أوثان. فإخواننا الأعزاء، إن هذه الشبهة ها شبهة واهية، ولأجل كي أنا أبين لكم هذا الأمر فأنا أريكم بعض تلكم الروايات بالسرعة، ولاحظوا إخواننا الأعزاء وإن شاهدوا معي إن شاء الله العزيز. هذا إخواننا الأعزاء كتاب مسند أحمد بن حنبل لإمام الحنابلة هداهم الله تعالى إلى هدايته. هذا جزء الأول، طبع دارحياء التراث العربي، طبع في سنة 1415، وهذا هو الجزء الأول. ربما ها نحتاج إلى الجزء الرابع، عفوا هذا هو الجزء الأول، الجزء الأول صحيح، عفوا الجزء الأول صحيح. في هذا الكتاب في صفحة في مسند عبد الله بن عباس، مسند عبد الله بن عباس صفحة 534، رقم الرواية 2984، عن مجاهد عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس المسجد الأقصى، والكعبة بين يديه. حينما كان حد في مكة يصلي تجاه المسجد الأقصى يجعل الكعبة بين يديه وأمامه، وفي الكعبة أوثان وفي الكعبة أصنام. فكيف أيها العمرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرى وجود الأوثان والأصنام نقصا للكعبة، وأنتم ترون ذلك نقصا للكعبة عنادا منكم لسيد المسلمين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وتنقيسا من شأنه صلوات الله عليه، وإنكارا لفضائله، وحسدا عليه صلوات الله عليه بما أن الله عظمه وجعل الكعبة محل ولادته صلوات الله عليه. وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة، وهذا حينما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. وأما بعد الهجرة إلى المدينة المنورة فأنزل الله تبارك وتعالى بل أن يحول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وجهه شطر المسجد الحرام، فقال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز إخواننا الأعزاء: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أن يصرف القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وإلى الكعبة المشرفة. فقد روى ابن الكثير الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية المجلد الثاني طبع دار الفكر، طبع في سنة 1429 في فصل في تحويل القبلة في سنة 2 من الهجرة قبل وقعة بدر، وقال بعضهم كان ذلك في رجب من سنة 2، وبه قال قتادة وزيد بن أسلم، وهو رواية عن محمد بن إسحاق، وبعضهم قالوا في شعبان منها، وبعضهم قالوا في شعبان على رأس 18 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقليلا بعد الهجرة، كما رأيتم في رواية ابن عباس 16 أشهر بعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم حول القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة، وكان آنذاك في الكعبة أوثان وأصنام، وهذا لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي رأيه الشريف أي نقص للكعبة. إخواننا الأعزاء،
إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون كانوا يصلون تجاه القبلة وتجاه الكعبة، وفي الكعبة أصنام وأوثان هذه السنوات المديدة إلى فتح الكعبة وفتح مكة. وأنذاك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصعد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على كتفه الشريف، فوضع أمير المؤمنين عليه السلام قدمه على كتف خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، ورفع فوق وصعد فوق الكعبة وكسر الأصنام منها، لأنه هو أولى بذلك، لأنه هو وليد الكعبة، هو الذي ولد في هذا البيت، فهو صاحب البيت، فهو أولى الذي أن يطهر هذا البيت من الأوثان ومن الأصنام. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أتى بالفعل بالعمرة، وفي الكعبة كان أصنام وأوثان، هذا ما رواه البخاري في صحيحه. إخواني الأعزاء لاحظوا، هذا كتاب صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري من أبناء العجم من الاتحاد السوفيتي، تبعد أحياء التراث العربي، طبع في سنة 1422 في دار إحياء التراث العربي. في هذا الكتاب إخواننا الأعزاء في باب عمرة القضاء صفحة 750 كتاب المغازي باب عمرة القضاء رواية رقم 4252 عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج معتمرا للعمرة، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم، يعني صالحهم، ألا أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحب، فاعتمر من العام المقبل. فإن الحديبية وصلح الحديبية كان في شهر ذي القعدة من سنة السادسة من الهجرة، ذي القعدة السادسة من الهجرة، ففي العام المقبل يعني في السنة السابعة من الهجرة، قال ابن عمر فاعتمر من العام المقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها ثلاثة أمروه أن يخرج فخرج. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى بمناسك العمرة، ومن مناسك العمرة هو الطواف، وهذه الأمور إخواننا الأعزاء كما صرح عليه ابن عمر، هذا قول ابن عمر، فاعتمر من العام المقبل، من العام المقبل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح المكة في السنة السابعة من الهجرة اعتمر بعمرة القضاء، قضاء العام الماضي في عام صلح الحديبية، وطاف حول البيت وصلى نحو البيت وأقام في مكة المكرمة ثلاثة أيام، وبعد ذلك رجع إلى يثرب صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرى نقصا في الكعبة لأن فيه أوثان وأصنام؟ وأنتم أيها الفرقة الناصبية عنادا منكم على أمير المؤمنين عليه السلام، وحسدا منكم عليه صلى عليه الصلاة والسلام، وإنكارا منكم على فضائله الجليلة الذي لا مثل لها في العالم وهو ولادته في الكعبة المشرفة، تقولون إن هذا نقص لأن في الكعبة كان أوثان وأصنام، إن الكعبة سواء كان فيه صنما أو وثنا إنه بيت الله الحرام، وإنه المكان الذي إن الله أمر إسماعيل وإبراهيم أن يطهرا هذا البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهذا لا يقل كعبة المشرفة أي شرفا وأي كرامة عند الله تبارك وتعالى في شرع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.